تحية لك زينب، تحية لمشاهدي الأخبارية السورية. خلفي طبعا تسمعون ترتيلة يقوم بها شبيبة مدارس الأحد الأرثوذكسية الذين يقومون الآن بمخيم في دير مرتومة في صيدنايا. نحن اليوم في اليوم ما قبل الأخير لهذا المخيم واللقاء الحواري والذي يقام هنا في صيدنايا تحت عنوان وأما أنا أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم حياة. طبعا تسمعين زميلة زينب هذه الكلمات التي تتردد اليوم، بينما كلمات التي تعبر عن الحب، تعبر عن الانتماء للوطن. إذن زميلة زينب، على ألحان الكلمات الوطنية والتي تعبر من هؤلاء الشباب على وعي كبير تجاه وطنهم وتجاه انتمائهم خاصة بما مرت به سوريا، سوف نكون زينب بطبيعة الحال مع مجموعة من الشباب هنا المشاركين في هذا المخيم. طبعا نبدأ مع أبونا الياس. قديش اليوم هذا المخيم في أهداف كتير كبيرة لإله بترسموه من خلال فعالياته؟ نحن أول شيء أهلا وسهلا فيكم. نحن كتير نتشرف في وجود الإخبارية السورية معنا. نحن بالبداية عنا وعي أنه لازم الشاب أو الصبية بهذا العمر يكون عندهم وعي روحي وثقافي لانتمائهم لهالبلد ولانتمائهم لإيمانهم. مشان هيك نحن بنهتم بالجانب الروحي اللي فيه الصلاة جزء كتير مهم، العلاقة مع ربنا، التأمل بالكتاب المقدس، الوعي لانتمائهم لبلدهم يلي هو أيضا انتماء روحي. مشان هيك نحن بنهتم كتير أنه يكون في كل هالبرامج داخل برنامجنا اليومي. المخيم يمكن نصله 5 أيام، فعاليات كبيرة، محاضرات، لقاءات، حوارات. قديش اليوم حركة شبيبة الأرثوذكسية بتحاول اليوم تبني الشخص وتبني الإنسان قبل، يعني مثل ما بنعرف حلب تضررت، في كتير كنايس، في كتير أديرة تضررت بفعل الإرهاب، ولكن اليوم بناء الإنسان له أولوية. طبعا بناء الإنسان له الأولوية، مشان هيك نحن بنهتم بحركة شبيبة الأرثوذكسية يلي هي منتمية للكنيسة، أنه بناء الإنسان الواعي القادر أنه يخاطب ربه بأعماله مع الشخص المختلف والشخص الآخر هو اهتمام أساسي لبناء وطن فيه تعددية، فيه مواطنة حقيقية، فيه رغبة ببناء بعد دمار. مشان هيك نحن بنعتبر البناء الروحي للإنسان هو جزء كتير مهم. أشكرك أبونا ونتمنى كل التوفيق لفعاليات المخيم، ومنعتز نحن بكل شاب وبكل صبية اليوم من حركة الشبيبة الأرثوذكسية اللي جايين على صيدنايا ومنأهل فيهم ومنسهل فيهم. نحن بنعتز فيكم لأنه أنتوا فضائية وطنية وثابتة وعندها هدف واضح. الله يقويكم. أشكرك. خلينا نكون مع كريستين كمان. تفضلي هون كريستين. كمان أنت من المرشدة في هذا المخيم. قديه اليوم بتتعبوا على إعادة يعني بناء ربما ما تهدم في نفوس بعض الشباب جراء يعني الإرهاب، خاصة أنه حلب تضررت فيما مر من سنوات سابقة. يعني أكيد ممكن يكون شيء أثر على النفوس، أثر على الشباب. هون شغلكم، هون دوركم اليوم. هلا نحن مقدركين هذا الموضوع حقيقة، والسنة كنا مصممين ببرنامجنا الإرشادي السنة إنه كتير نتوجه بنفس مستوى البناء الروحي، بناء الإنسان والبناء المجتمعي لهالإنسان. هلا نحن مقدركين إنه البلد كمان خسرت كتير من الشباب، نحن نحاول هالشباب البقيانين يكونوا هن لبنة أساسية أو صخرة نرجع نبني عليها. فكان السنة برنامجنا الإرشادي متركز على مجموعة من الأمور اللي خاصة بنفسية الإنسان أو أمور مجتمعية كمان. نحن حكينا كتير عن المحبة وشملها من ضمن محبة الآخر ومحبة الوطن، حكينا عن الإخلاص وأهمية الإخلاص، حكينا كيف نحن ننمو ونتغير أثناء التجارب، أثناء الضغوط. هذا كان موضوع كتير مهم لأنه شبيبتنا صار عندها جرح نفسي كتير قوي،
فهن بحاجة لترميم هذا الجرح. في بصمة أمل كمان حاولنا نزرعها لنحافظ عليهم يبقوا، ما بدنا نخسرهم مثل ما خسرنا قبلهم. وكان في مكرمة من سيادة الرئيس والسيدة الأولى بلقاء الشبيبة يعطوهم دفعة أمل كتير كبيرة، كانت بالنسبة لهم هذا أحساس أنه نحن بعد موجودين، نحن مهمين، نحن رح نقدر نبني من جديد. فبرنامجنا الإرشادي السنة حاولنا أنه يكون شامل بنفس التوازي النمو الروحي والنفسي مع النمو شخصية الإنسان. نتمنى نقدر نكون وصلنا رسالة ليبقوا هالشباب معنا، لنقدر ننهض فيهم من جديد، ليكونوا حقيقة فعالين بهذا البلد، ما بدنا نخسرهم. ونحن رسالة وصلناها، إن شاء الله تكون وصلت صح لشبيبتنا إن شاء الله أكيد. ونحن يعني نتمنى كل التوفيق لهالفعاليات المخيم، خاصة أنه في مهمات جمة ومهمات كتير كبيرة اليوم ملقات على عاتق هذه الشبيبة في بناء الوطن وفي بناء سوريا الحضارة. أشكرك مرة أخرى. رح نبقى زينب مع مجموعة من الشباب اللي هن المشاركين بهذا المخيم. أول شيء مرحب فيكم بسيدنايا بسوريا، ومن لكم خليني أسألكم، من أحلى حلب ولا الشام؟ كل واحد له طبيعة شكل. أنا كحلبي أكيد بدي أميل لحلب، بس شام أكيد له طبيعة كتير حلوة. طبيعة بلشتوا من المخيم من 5 أيام صح؟ فينا نسأل اليوم شو أضاف لك المخيم حركة الشبيبة الأرثوذكسية تحت عنوان الحياة الأفضل؟ أدي ساعدك اليوم لتقدر أنت تتجاوز شوي من تداعيات الأزمة إذا كان فيها؟ أنا كجورج أنا هون مسؤول نشاط عام، فأنا هون عم بساهم بالمساعدة مع الإرشاد. أي قيمة عم بيقدموا لهم إياها كإرشاد بمواضيع بحلقات البحث، نحن بنهدف كنشاط كمان بنساهم بعنصر كثير أساسي اللي هو كمان لازم يكون الشاب مرفه بعد ضرر تعرض له بالحرب، زائد نحن ممكن بنشاطات عامة ممكن عم نقدمها كل نهار بفعاليات مختلفة، كمان عم نحاول نوصل لهم قيم تانية بس بطريقة تانية. تمام. أشكرك جورج، بتمنى لك التوفيق وإن شاء الله بنرجع هيك بنشوفكم بحلب كمان وبالشام الجديدة. كيفك؟ الحمد لله تمام. سمعنا شغلة عنك إنك أنت كنتي بألمانيا ورجعتي على سوريا، فأنت اليوم بتمثلي يعني شابة سورية طلعت جربت برات الحياة برات سوريا ورجعت على بلدها. حكينا أول شيء كيف رجعتي، شو اللي جابك وشو عم بتعيشي هلأ بالمخيم؟ أنا طلعت بسبب كان فترة حرب، بس ضلينا فترة زمنية بس ما قدرت أتأقلم مع الوضع أبداً. حاولت يعني بس إنه ما قدرت إنه أتأقلم مع الوضع، وضليت يعني أتناقش ضمن العيلة إنه إحنا لازم نرجع، واتفقنا إنه نرجع لهون على البلد بعد ما حسينا إنه رجع الأمان مثل الأول. وهلأ رجعت على مدرستي، كملت تأخرت يعني بس إنه رجعت على مدرستي أنا وأخواتي وأهلي كلياتنا، ورجعنا كملنا من وقت مرحلة ما وقفنا يعني. هذا المخيم اليوم شو أضاف لك؟ شو أهم قيمة ربما أنت حسيتي أنضافت لك؟ شو عم بتعيشوا خلال 5 أيام؟ عم تعلم مواضيع بتفيد حياتنا الاجتماعية حالياً، وزرنا قديرة كتير. أنا بحب مدينة الشام كتير، حبيت أنه أجي أشوف هون الشام، وعم نعيش مع بعضنا حياة كتير حلوة. بنرحب فيكم مرة جديدة، بنقول لكم اليوم سوريا وحلب كلياتنا عشنا أزمة، بس قديش اليوم في كتير دور كبير علينا نرجع نبني من أول وجديد. عم تضحكي لي معناتها محاضرة شو بدك تحكي. شو عشتي اليوم؟ شو أهم شيء ضاف لك هذا المخيم؟ سيدنايا في طبيعة هيك جبلية كمان ممكن تساعد أكثر بموضوع التأمل وموضوع يعني زرع القيم. أكيد نحن بمنطقة هلا مقدسة، فيها نحن كمسيحية شبيبة سورية مسيحية لنا دور كتير كبير بالمجتمع، ونحن دور أساسي لتكوين أي مجتمع. فنحن بهالمخيم تعلمنا أنه كيف نكون ننمو ونتطور بهالمجتمع لنكون أساس لإعادة أعمار البلد، لأنه نحن طالعين من أزمة وعم تتعافى البلد شوي شوي. فنحن كتير انبسطنا بهالمخيم وكتير حسينا حالنا عم نكبر وعم نستوعب كيف نحن رح نقدر نكون أقوى بهالظروف. كثير كبير، بتمنى لكم التوفيق. وهيك يعني في مهام كثير ملقات على عاتقكم، بتمنى تشاركوا فيها. نحكي كمان كيفك؟ عرف عليك. انا سليم ستيفان، حركه الشبيبه الارثوذكسيه. قد ايه اليوم حركه الشبيبه الارثوذكسيه عليها مهام كثير جمه، مثل مو كل منظمه اليوم مدنيه بسوريا عليها مهام انها ترجع تبني الانسان اللي تازم ربما من الازمه؟ لا، نحن حركة شبيبة أرثوذكسية خلال سنوات الأزمة كتير ساعدت بمختلف المجالات، يعني كان إغاثات ولا ثقافيا ولا اجتماعيا محاضرات مكثفة، وساعدتنا يعني ساعدت مختلف طوائف، مو بس طوائف المسيحية، ساعدت طوائف يعني مختلف طوائف، وقدمت كتير
قيم حلوة عن الإنسانية، شو نخرج نحن نساعد بعض بأصعب الظروف. شو ممكن نتساعد كلنا لنبني مجتمع ربما يعني دخلت عليه بلحظة من لحظات قيم ما كنا بنعرفها. فشكرا كتير، نتمنى لكم التوفيق. كمان خلينا نحكي سوا، كيفك؟ الحمد لله تمام. قديش هيك غيرت فيكي هالمخيم؟ قديش عطاكي؟ قديش قدرتي؟ بصراحة خبرة جديدة، نحن منها المخيم من خلال النشاط العام، الإرشاد العام، جو المواضيع، زيارات للأديرة. سيدنايا هي يعني ملانة أديرة وكل دير باختلاف عن تاني وحلوين. وطبعا أهم شيء صار بهالمخيم هو زيارتنا للدكتور بشار الأسد والسيدة الأولى. هذا الشيء عطانا معنويات كتير كبيرة، عطانا دفع لأنه نحن شباب مستقبل، نحن يلي رح نبني المستقبل هو رح يكون أفضل بوجودنا نحن كشباب. عطانا دافع كتير قوي كدورنا كشباب انه كيف نحن نضل بالوطن يلي هو الوطن إلنا، وكيف نحن نقدر نبني الوطن من دون ما نخاف من العقبات اللي هي صايره معنا، ونكون قد التحديات واقوى من كل شيء بصير معنا. شكرا كثير، ونتمنى لكم عن جد التوفيق. وواضح يعني من خلال حكيكم في وعي كبير، في شيء كثير كبير عم ينعاش وعم بيتطبق، صح؟ قد ايه اليوم بتحسي شو يعني اذا رجعتي اليوم خلص المخيم شو حامله معك؟ شو تعلمتي من المخيم؟ هلا اول شيء كثير اخذنا قيم بهالمخيم الجديده، يعني ساعدنا لحتى نكمل حياتنا بكم طريقه صح، يعني بكثير اشياء، بانه نحن دائما بكل مره نوقع نكمل من جديد ونستمر ما نوقف ونيأس. مثلا موضوع اخذنا فينا كمان على طريقه، مثلا اعطونا مواضيع عن اختيار الشريك بطريقه مثلا يمكن قصص صحيحه، كمان هي كثير بتفيدنا بما انه نحن بهذا العمر يعني. وكثير اشياء يعني تجددت روحنا كمان، كان بهذا الجو كثير رواق وهيك مريح يعني، فاللي تعرفنا على اشخاص جدد وهيك يعني. شكرا شكرا كثير. خلينا نكون كمان مع مسؤولة جديدة معكم، كيفك؟ هيك يعني روح كبيرة، روح النقاش، روح الحوار قائمة، مو بس محاضرات، صح؟ المخيم في يعني في مساحة كتير كبيرة منه للحوار. أكيد نحن بعد ما بنعطي الموضوع، في عنا على أسئلة على الموضوع، وبنعمل حلقات بحث. كل حلقة بحث بيكون مسؤول عنا مرشد، وهذا المرشد بيتحاور مع المجموعة اللي معه وبياخد رأيهم وبياخد أفكارهم، هني شو عم بيفكروا، هني شو عم بيعانوا بالحياة، حتى نكون نعيش حياة أفضل، بما أنه هو موضوع لقائنا هو نحو حياة أفضل. كل موضوع له حلقة بحث عنا هون. إيه. ولهلا كيف ماشي الامور؟ كيف عم تشوفوا تفاعل الشباب مع المواضيع؟ كيف اخترتوا المواضيع وليش اخترتوا سيدنايا؟ هل في رمزيه للمكان ولا انتم كنتوا حابين تطلعوا برات حلب؟ اكيد نحن حابين نطلع برات حلب، بما انه مرت علينا سنين صعبه وكان الشباب صابرين بهيدا الموضوع، وكان عندهم يعني دائما كان عندهم الشجاعه وانه يضلوا يصبروا على الشيء اللي عم بيعانوا. والحقيقه سيدنايا بتتميز برمزيتها الدنيا الروحية اللي فيها. هي امبارح كنا عم نسأل كم كنيسة فيها، وكم في 40 كنيسة موجودة بسيدنايا، وهذا الحقيقة شيء دافع لنا لحتى نعيش حياة روحية أفضل، كمان مو بس مجتمعية، كمان حياة روحية أفضل. أشكرك ومتمنى التوفيق، كل التوفيق لفعاليات المخيم، ويعني بتعودوا بالقيم اللي بتكون تزرعوها. عن جد كمان معنا مشارك المخيم، كيف تعرف؟ سام شماس. قديه سام اليوم في شغلات جديدة تعلمتها، قيم جديدة زرعت بقلبك، شغلات ممكن تكون يعني مترسبة من أيام الأزمة قدرت أنت تتخلى عنها؟ إحنا كتير تعلمنا شغلات نعيش فيها بمجتمعنا، المواضيع كانت مؤثرة كشخصية الشباب، وكانوا يختاروا طريقهم لبعد المستقبلهم في حال كانوا الزواج واختيار الشريك المناسب لهالشيء. أخذنا شيء عن الأزمة، كيف الأزمة أثرت فينا وكيف نحن نتغير ونعيش نوط الأزمة، فهذا الشيء مشان ما يأثر فينا. فكتير كانت المواضيع المؤثرة بشخصيتنا، إلنا نتعلم مبادئ وقيم لحتى نعيش بهالمجتمع اللي بده يتغير بعدين، مستقبل أفضل كان الموضوع. شكرك شكرا كثير. زويا بدك تحكي معنا شيء؟ كيفك؟ زويا أنت كثير صغيرة عم بتشاركي بمخيم للشباب، ما؟ هيك شو عم تعملوا هون؟ عشو عم تحكوا؟ عم نحكي مثلا على شغلات حلوة، وعم نحكي على مثلا مواضيع وهيك شغلات هيك. أنت عم تحكي، عم بتشاركي، عم تسمعي؟ ايه انا عم اسمع الشارك. ايه حبيتي الشام؟ ايه مين احلى، شام ولا حلب؟ انا هلا انا
بحب حلب. إن شاء الله بترجعي لحلب بالسلامة، ونحن كتير انبسطنا فيكي. إذا زميلة زينب، يعني كما استمعنا وأيضا مشاهدي الأخبارية السورية، استمعنا إلى المجموعة كبيرة من النقاش والمواضيع محطوطة هنا، موضوعة هنا على طاولة البحث والحوار هنا في خاصة عند حركة الشباب الأرثوذكسية. هذه المحاضرة يلقيها أبونا الياس من حمص، هي تحت عنوان طبعا كيف نتعامل مع الأزمات في حياتنا، وهي يعني بشكل أو بآخر تصب بحياة كل شاب سوري، لأن كل شاب سوري في يعني بشكل أو بآخر عانى ما عاناه بسنوات الأزمة، ولا سيما بحلب. لذلك تأتي مواضيع هذا المخيم وفعالياته على مدى 7 أيام لتتعامل مع ما مر به كل شاب سوري تقريبا من خلال سنوات الأزمة، سواء من دخول قيم غريبة أو يعني عيش ربما فترة الحصار وفترة القذائف وإلى ما هنالك من مشاكل عاشها الشاب السوري. إذن نحن على موعد معكم أيضا برسائل أخرى لننقل لكم فعاليات اليوم الخامس من مخيم نحو حياة أفضل للشبيبة الأرثوذكسية المقام هنا في دير مارتوما في صيدنايا. أعود لك زميلة زينب، وبطبيعة الحال نكون معكم في رسائل مقبلة.